ما شاء الله ما شاء الله، كل ده زرع وأرض وخضار. يا من أنت كريم يا رب، حلم اتحقق بسرعة كده. معقولة تسوقي بيه الأرض دي كلها بتاعتك؟ أيوة يا سيدي بتاعتي، هي دي كلها. ما شاء الله دي كبيرة قوي. 20 فدان يا عامر، وبفكر أشتري كمان 10 فدادين جنبه. ما شاء الله، ربنا يزيدك ربنا يزيدك. تعرف تسوق بيه؟ أنا بقالي 30 سنة مهندس زراعي، كل خبرتي كانت كلها في أصاري زرع. يعني مش هتفلح معايا؟ فجر، أنا مش هفلح معاك. بعد ما اديتني الفرصة الجوهرية دي، ده أنا هتمرمغ في الطين ده دلوقتي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ده المهندس عامر المشرف على المزرعة من النهاردة. يا لنا يا باشمهان، نورت العزبة يا باشمهان. شكرا. عوض وعم عوضين من أكفأ الفلاحين عندي هنا في المزرعة، اعتبرهم إيديك الاتنين. عوض وعوضين يبقى إيديا التلاتة. ايه دمكم تقيل جدا. شوفوا بقى من الآخر وعلى مية بيضة كده، أنا عندي مبدأ وسياسة في الشغل، فاهمين؟ زرع بكماوي عندي أنا نو، خلاص؟ محاربة دودة عندي أنا نو، سرطانة أكل عندي أنا نو، فاهمين ولا فهمكم بطيء؟ جرى يا باشمهندس، أنت داخل سخن علينا كده ليه؟ ما تخفش يا راجل. المهندس عامر دم محامي جدا وما بيحبش الغلط، لكن قلب ابيض زي الحليب بالظبط. يابا يابا الحق يابا، البقره قطع اللبن ومش عارفه احلبها ازاي. اتحشمي يا بنت يا سامع الله، ده خابط خط وشي، في ناس غريبه. فين ده يا ترى؟ طبق القشطه ده عنده ايميل ولا ما عندوش؟ يلا يا عوض، خد صبحه شوف الموضوع ده. يلا خضر يابا، جري قدام يا بيه. جري بنت حضرتك دي. ايه ربنا يخليها لك يا عمو. عمو مع حضرتك في سن والدي، ولازم اشيلك انت وولادك في عينيا. انا طلع عيني مع منال يا بابا. يا هشام يا ابني، خد مراتك على علتها وارضى بنصيبك يا حبيبي. ارضى ازاي بس يا بابا؟ ولا بس ولا يحزنون، انت فيك عيوب وهي فيها عيوب، ومفيش حد في الدنيا ديت ما فيهوش عيوب. انا نصيحتي انك تعرف عيوب مراتك ايه وتتعامل معاها على كده. ايوه بابا حبيبي، بس في بعض العيوب بيبقى صعب قوي التعايش معاها. انا عايز اعرف اي عيوب دي اللي صعب انك تتعايش معاها. بصراحه يا بابا، منال ما بتبقاش كويسه وما بتسمعش الكلام الا اذا عملتها بخشونه وقسوه وقهرتها. اساسا كلمه القهر دي ما عرفتهاش غير لما اتجوزتها. خلاص يا سيدي، بسيطه جدا، طالما ان دي سكة مراتك اتعامل معاها من نفس السكة. ايوه للأسف هي دي سكتها، منال ما بتخضعش غير لما بتخاف. خلاص يا ابني، طالما عارف ديت هيبقى زعلان ليه؟ زعلان طبعا يا بابا، لاني مش عارف اعيش بطبيعتي. الله، انا مطلوب مني طول الوقت ان انا ابقى مكشر وغلس ورزل وتنك وحاجات كتير قوي انا مش جوايا اساسا. وبعدين عارف انا لو ضحكت وكلمتين حنية كده قبل ال تتقلب بقى وتطلع وتعيش وتفرد نفسها وتفرد عضلاتها وتعمل نفسها مارادونا. ده عيب صعب حبتين. خلاص يا ابني، طالما ان ده قدرك ونصيبك يبقى اتعامل معاها على كده. قصدك قدري ومصيبتي. مالك يا سيف يا ابني، فيك ايه؟ ولا حاجة يا امي، سهام قلقاني شوية. ليه يا ابني مالك؟ فضل الشر يعني، بقت هادية ومطيعة وبتسمع الكلام. ودي حاجة تزعل يا ابني، ربنا يحميها لك. هي ما جتش معاك ليه صحيح؟ نايمة كالعادة. هي سهام كده بقت تنام بالنهار، وأول ما الليل يدخل تبدأ تصحصح وتفوق. الله، دي كده قلب الليل هنهار بقى. سهام اتغيرت قوي يا أمي في وقت قصير، لا بقت تجادل ولا تناقشني ولا تتعبني. في حاجة غريبة، مفيش كلمة في البيت بتتسمع غير كلمتي. والله انت غريب يا سيف يا ابني، حد يشتكي من مراته عشان بتسمع كلامه؟ مش دي الفكره يا امي، بس انا حاسس انها بتهودني او بتاخدني على قد عقلي، وده بقى مش بيريحني. يعني بتعمل بكلامك ولا لا قدامي؟
بتعمل بكلامي من ورايا؟ الله أعلم. أنت لو ما لقيتش حد تشك فيه هتشك في نفسك. الشك ده نعمة يا أمي، نعمة بتساعدني على إن أعرف إيه اللي الناس مخبيها. يا ابني مش كل الناس، في ناس طيبين وولاد حلال. والنبي أنت اللي طيبة وبنت حلال يا ست الكل. الناس يا أمي نوعين مالهمش تالت، يا إما وحوش يا إما فريسة، كله بيراوغ كله عشان ياكل التاني. يا ساتر، دي كده بقت غابة، ربنا يكفينا شر أيامكم. ويكشف لنا الكذاب وابن الحرام والضلالي. قولي أمين يا أم سيف. أمين يا ابني. مساء الخير يا ماما. خير؟ وهيجي منين الخير إن شاء الله بعد اللي احنا فيه؟ فيه يا ماما؟ هو أنت بقيتي كل ما تشوفي وشي تندبي؟ هندب؟ ده أنا أندب والطم وولول ولم الناس عليا كمان. أبوكي من ساعة ما اتحبس واتقطع عننا المصروف، تقدري تقولي لي هنعيش منين؟ ناكل منين؟ نلبس منين؟ أنا مش عارفة من غيره عايش إزاي؟ امسكي يا ماما. إيه دول؟ 500 جنيه وهديكي زيهم كل أول شهر. ودول هيعملوا لنا إيه بقى إن شاء الله ببحر المصاريف اللي عندنا؟ يا ماما هي حاجة تسند مع معاش جدي اللي بتاخديه من النقابة وربنا يسترها بقى. مش باين يا بنتي. هو انا مش فاهمه انت بتعملي كده ليه؟ امال لو ما كانش مطلقك من 15 سنه وكنتوا لسه متجوزين كنت هتعملي فيا ايه؟ ما تعودتش اخضر او اخون. ابوكي كان عشره عمري وكلنا مع بعض عيش وملح، والعشره ما تهونش غير على اولاد الحرام. قصدك ايه؟ قصدي اني غلطتي يا علي، غلطتي لما فكرتي تسجني ابوكي. مش ده الراجل اللي رمانا وما سالش فينا؟ مش ده الراجل اللي ظلمك وراح اتجوز عليكي واحده غنيه واشترطت عشان ترضى تتجوزه انه يطلقك؟ كل اللي بيننا وبينه كان شويه فلوس عشان يسد بقنا. ايه يا ماما نسيتي؟ نسيتي وقدرتي تغفري له؟ ليه يا ماما قبلتي تمدي ايدك ليه؟ ما كنتي اشتغلتي ولا عملتي اي حاجه، ان شاء الله حتى كنت اتجوزت. ما رضيتش اجيب لكم جوز ام، خفت عليكم، كان كل همي ان انا اربيكم احسن تربيه. وبعدين يا بنتي ده كان حقكم في فلوس ابوكم، انا كنت بحافظ لكم عليه. وما تنسيش ان هو ما كانش مخليكم محتاجين اي حاجه، وعشت معاكم بفلوسكم وعلى حسكم، وخصوصا بعد ما مات ابويا الله يرحمه وبقيت لوحدي. لا يا ماما عمرك ما هتبقي لوحدك. امال انت خلفتينا واديتينا عمرك كله ليه؟ مش عشان لما تكبري تسندي علينا؟ يا بنتي هو انتوا عارفين تسندوا نفسكم علشان تسندوني؟ منك لله يا عليا، ربنا ينتقم منك. ايه في ايه؟ احمد خطيب سابني بسبب قضية بابا. اهدي حبيبتي، اهدي اهدي يا نسا، اهدي حبيبتي معلش، بس يا حبيبتي بس. عارفة أحلى حاجة فيكي بحبها إيه؟ إنك بتحب ربنا من قلبك وبتحافظي على صلواتك، عشان كده أنا واثق فيكي ومش خايف عليكي. يا بابا ما أنت اللي زرعت فيا حب ربنا من وأنا صغير، وأنا دلوقتي بشكرك على ده. أنت اللي عندك ضمير وفطرتك سليمة وكنت قابلة للهداية. يا بنتي الدين من غير ضمير ملوش أي قيمة، والضمير هو المعاملة بالصدق والبر بالفقير والرحمة بالناس، رحمة تقضي على الأنانية اللي جوانا وتحيي المحبة اللي فينا، والمحبة هي الله. عشان كده لو تعلقنا بس بالدين وأهملنا المحبة هنبقى زي اللي بيعبد صنم وهو فاكر انه بيعبد ربي.
باسم الصليب. ايه اللي بيعمله شريف بيه ده؟ خرج عن المله؟ يا ده يا سوده. لما ايه الحته ده مصالح؟ ده؟ ده هارد يا غالي، اشتريته النهارده كده من واحد بربع الثمن، ولسه هشوف فيه ايه. ده مامور زي انت مصالح. طب ما تورينا كده يا معلم. حبيبي يا غالي، عيوني. دي افلام ثقافيه صناعه منزليه يا غالي. اموت انا في المستقنص. ده واضح انها نفس الراجل بس مع ستات كتيره. شكله بيحب المزاج وبيحب التنويع يا معلم. هما دول يطلعوا كام فيلم فيها مصلحه؟ دول دي 10 20 30 40 50 حبيبي، دول 200 فيلم بالتمام والكمال يا معلم. يا 200 الف حلاوه عليك يا ابو سمره. دول بقى نتفرج عليهم ونطبع منهم ل 200 سنه قدام. دي مصلحه وجات ظبط الحد عندنا يا غالي. ابو التنافيك يا ابو سمره يا ابو المصالح يا مستكنس. بصراحه يا دكتور انا مش عارف ابتدي منين ولا اقول لك ايه. خير يا تدرس؟ انت قلقتني. لا، من ناحيه القلق الموضوع يقلق. دي مصيبه مصيبه يا ساتر. ما تنطى، حصل ايه؟ شريف بيه ماله؟ يظهر كده ان بلاد بره غيرت اخلاقه. أنا ما تتكلم في ايه؟ دخلت عليه لقيته بيصلي صلاه المسلمين. اوف يا راجل، ده انت خضيتني، افتكرت الحكايه كبيره قوي. ها؟ ودي مش كبيره قوي؟ وانت برضه تصدق ان ابني يعمل حاجه زي دي؟ انا شايفه بعناية الاتنين دول. ده دور. دور ايه ده؟ اصل شريف ابني غاوي تمثيل، واكيد انت شفته وهو بيتمرن على الدور اللي هيمثله في المسرحيه. هيعمل دور شيخ مسلم. بقى الحكايه دي؟ ايوه يا سيدي الحكايه كده. امال انت كنت فاكرها ايه؟ طب حس كده بقى، خليه يجيب لنا تذكرتين دعوه مجانيه، نروح انا والحرمه بتاعتي نتبسط شويه. انسي، انا عارف ومتاكد ان انت حاسه بتانيب ضمير كبير، بس معلش لازم تستحملي. ما هو يا ريت معلش دي ممكن تصلح حياته اللي خربتها. انسي، دي حاجه اسمها قدر ونصيب. هو انتوا يعني كنتوا متفقين؟ عموما مش انت عارفه ومتاكده ان ادم بريء؟ تاكدي كمان ان شاء الله ربنا هيثبت براءته. ازاي بس وامتى؟ دي حاجه بتاعت ربنا بقى يا نانسي. انا صعبان عليا قوي اهله وحبيبته، دي ذنبهم ايه بس؟ هيرجع لهم بسلام، وانت عشان خاطري لازم تهدي. انا مفكر اروح لهم واطمن عليهم. لا يا نانسي، كله الا ده ما ينفعش. انت عارفه كويس ان هم اكيد متراقبين، مروحك اليوم هياكد ان في علاقه ما بينكم، وده طبعا هيخلي البوليس يشك فيكي اكتر. ما هو انا ما ينفعش افضل قاعده ساكته، نفسي احس اني بساعده اكتر من كده. لو ضروري يعني انا ممكن اروح له بدالك، اهو اطمن عليهم واطمنك. بجد؟ اه طبعا بجد، على الاقل انا ليا حجه اروح بيها. مش انا بشتغل في منظمه حقوق الانسان، ممكن جدا ادم ده يكون حاله من حالات البحث الكتير اللي عندي. ثانك يو يا امير، بجد لو عملت كده تبقى جدع جدا. لا ثانك يو على واجب، هاتي العنوان. حاضر، ثواني اكلم بابا خليه يكلم ادم ويجيبه لنا منه. خدي يا صبر، امسكي ده جزء من الدين اللي ليكي عليا. خدي. كتر خيرك يا اخويا، فيك الخير. الخير اللي انا فيه ده ادم ابنك السبب فيه، هو اللي نصحني ان انا اعمل الخير. ويا عالم لو ما كنتش عملت اللي قال لي عليه ادم كان زماني دلوقتي هبقى فين. الحمد لله. وما تقلقيش، كل اول شهر هيكون عندك مبلغ زي ده. انا خلاص دلوقتي باخد مرتب محترم كل شهر، والحمد لله هيدوني نسبه كويسه جدا كل اخر محصول. ايوه كده، فرح قلبي بدل الخيبه اللي مغيمه علينا كلنا. خيبه؟ خير يا صبره في ايه؟ يحيى عامر رفضوه من المدرسه وسابها وراح اشتغل صبي ميكانيكي من ورانا عشان يساعد في مصاريف البيت. ايه ده؟ معقول يحيى عامل كده؟ هو فين دلوقتي؟ قاعد في اوضه ادم. يحيى، يحيى. ايوه خل. ازيك يا حبيبي، عامل ايه؟ الحمد لله تمام. امسك يا يحيى دول. ايه دول يا خال؟ دول اعتبرهم مصروف، وكل اول شهر
هجيب لك زيهم. انت خلو؟ ايوه يا يحيى انا. زمان كنت بخرج نفسي من اي مسؤوليه علشان كنت عطلان مفلس، كان على عيني اشوف حاجات كتير في البيت نفسي اعملها ومش قادر عشان ما كانش حيلتي، وكنت بهرب بكلمه الخال حقلوا مال. انما دلوقتي لا يا يحيى خلاص، كان زمان الكلام ده، الخال حاله اتعدل وبقيت زي زمان الخال والد. انت شكل كده خلو الشغل ماشي معاك وعيشتك مرتاحه. الحمد لله مرتاحه قوي، وعشان كده بقى بكره الصبح هاخدك ارجعك المدرسه تاني، وكل مصاريفك انا متكفل بيها. مش مصدق، انا حاسس اني بحلم. لا يا يحيى ما بتحلمش، هي دي الحقيقه وهي دي الدنيا. احنا بس علشان ما جربناش وما دقناش الا مرها مش عارفين حلوها. بس جرب يا يحيى، جرب كده ودوق حلوها، ذاكر وتعلم وخد شهادتك علشان تبقى راجل مال وهدومك. وما تخافش يا يحيى، انا في ظهرك من هنا ورايح. ربنا يخليك ليا يا اخويا ويعمر بيتك كمان وكمان قادر يا كريم، واديك على قد نيتك للغلابه اللي زينا. ما تقوليش كده يا صبره، دي ابسط حاجه ممكن اعملها، مش هيجي قد اللي عملتيه معايا انت وعم امين. ده دين في رقبتي. اصيل يا عامر، اه انت كده ابن ام وابويا بحق وحقيقي. يا حبيبتي وحشتيني قوي انت وبابا. لا حماتي كانت عندي بس ما استغناش عنك. اه كنت قاعده اتكلم معاه، مش عارفه الست دي ممكن تكون ماما تسيفي ازاي، بس ماما دي واحده. ماما لا يا حبيبتي مفيش حاجه تطمني، بقالي كام يوم كده نفسي غمى عليا، اه بحس بدوخه. حاملي ايه بس يا ماما؟ ما انت عارفه اللي فيها. لا يا حبيبتي لا لا، دي شويه برد يروح الحل. طيب يا ماما طيب اكلمك بعدين. السفارة الأمريكية عاملة جايزة 100,000 جنيه للي يرشد على آدم، ومقدمة طلب للداخلية عشان السي آي آي تتدخل في الموضوع. يعني إيه يا فندم؟ يعني هما يحققوا وإحنا نقعد في البيت؟ ده لا يمكن يحصل أبداً. السي آي آي يا فندم، يا فندم إحنا لسه شغالين على القضية، ما يسيبونا بقى نشوف شغلنا. بيتهمونا بالعجز والتقصير في حماية رعاياهم، وبصراحة عندهم حق، ما إحنا لغاية دلوقتي ما قبضناش عليه. ما هو معليه برضو، يعني القضية مش بسيطة، وبعدين ده تخطيط وتنظيم وخلية إرهابية كبيرة جدا، يعني معليك يعني الموضوع مش هيتلم في يوم وليلة. الوزارة مقلوبة والوزير كل شوية كلمنا عشان يطمن، اعملوا حاجة شكلنا بقى وحش. اطمن سعادتك هنقبض عليه في أسرع وقت. ما تخلونيش أندم إن اخترتكم للمهمة دي. معليك اديني 48 ساعة وهيكون هنا تحت جزمتك. جاية اهو. مرزوق. ايوه بط. وانت ليك عين تيجي تاني بعد اللي انت عملته؟ اتفضل امشي، عايز اقفل الباب. واكون عليك يا بطتي. يوه بطه بطه يا بطه بنت يا بطه. مرزوق عايز ايه؟ مرزوق ايه يا حماتي؟ جاي تاني ليه بعد اللي عملته مع ابني ادم؟ يا حماتي والله العظيم انا عبد المأمور، ولو ما كنتش عملت كده كان زماني مرمي في السجن. يا سلام، يعني اشتريت نفسك وبعت ابننا؟ لا يا حماتي بالعكس، انا ما بعتش ادم، انا عرضت نفسي للخطر علشانه، ولو ما كنتش عملت كده كان زماني رايح في 60 داهية. طب انت جاي ليه وعاوز ايه؟ طبعا انك تصالحيني على بطة، انا بحبها وهي بالنسبة لي كل حاجة وما اقدرش اعيش من غيرها. ازاي بعد اللي عملته مع ابني اللي هو اخوها تطلب مننا الطلب ده؟ والله يا حماتي انا ما وحش، ولو كنت وحش بصحيح كان زماني بلغت عنه وخدت المكافأة اللي سفارة امريكا عاملاها للي يدل عليه. هي السفارة عاملة مكافأة للي يقبض عليه 100,000 جنيه؟ انت ما بتقريش جرايد ولا ايه يا حماتي؟ انا لو وحش بجد كان زماني مسلمه واخد المكافاه وبايعكم كلكم، انما انا بحب بطه وهي عندي بكنوز الدنيا.
طب تعالى خش يا مرزوق. يا بطة بطة. أيوة يا أمه. كلمي أمك يا بطة. تعالي يا حبيبتي سلمي على خطيبك. بعد اللي عمله ده كله يا أمه ولسه بتسميه خطيبي؟ معلش يا حبيبتي، مرزوق ما بعناش بالفلوس، هو كان مضغوط عليه وده اللي خلاه يغلط. نص غلطة حماتي مش غلطة كاملة، علشان أنا زي ما بلغت عنه خليته يهرب. معلش يا حبيبتي عشان خاطري اديله فرصة أخيرة، مرزوق راجل أصيل وهو دل راجل ولا دل حيطة يا بنتي. حيطة؟ حيطة؟ مقبولة منك يا حماتي. معلش يا ابني حقك عليا. الحمد لله على السلامة يا عم. الحمد لله على سلامتك يا أخويا. يا ألف نهار أبيض، الحمد لله على سلامتك، وحشتني قوي. الله يسلمك يا سامي، أنت كمان وحشتيني، وحشتيني قوي يا بت، وأمي كمان وحشتني. إلا قول لي يا أخويا، هي مشكلتك اتحلت ولا إيه؟ وجيت إزاي؟ لا الحمد لله، أول ما فرجوا عني جيت على طول. قولي لي يا سامي ابني فين؟ حموده وشوفه. اسكت يا عبده، ده نسخه منك. في ضغوط من بره على الحكومه وعلى الداخليه كمان. يا ابني ولا اتقتل شويه، ده مواطن امريكي. يا نهار اسود منيل يا جماعه، الموضوع كل شويه عمال يكبر ويتعقد، انا مش شايف له حل. ربنا يستر عليك يا عم ادم. بصوا بقى، انا شايف الحل الوحيد ان احنا نهربه بره مصر. طبعا مش ده الحل، لان اللي عايزينه بره مصر نفوزهم اقوى الف مره. ادم طول ما هو موجود في وسطنا متحامي فينا مهما تعرض لظلم. ما احنا مش خايفين عليه غير من الظروف. يبقى لازم نبدا نشوف طريقه يظهر بيها براءته. اذا كان البوليس نفسه مش عارف يظهر براءته، لان البوليس مركز في خط واحد ان هو يقبض على ادم، لكن مش مركز ان هو يلاقي السارق اللي سرق الهارد اللي عليه الفيديو اللي فيه براءته. احنا بقى لازم ندور على السارق ونلاقي الهارد ونظهر براءه ادم. هو حل صعب لكن ما قدمناش غير كده. هو حل كويس قوي. هو احنا زي ما فكرناش في الحل ده قبل كده. خلي بالك من تدرس. بقول لك خلي بالك من تدرس، خليك حريص معاه في كلام. ليه حصل حاجة؟ اصله شافك وانت بتصلي، لكن انا قلت له انك اصلا غاوي تمثيل وبتتمرن على دور شيخ مسلم يعني في المسرحية. مش عارف من غير كده كنا هنعمل ايه. تفتكر الكلام ده هو صدقه؟ لا ده راجل طيب وبيصدق كل اللي بقوله له. عموما يعني ما تيجي تصلي ابقى اقفل الشباك والشيش كمان. وبعدين انت بتغيرش هدومك ليه؟ ما جاتش على مقاسك؟ لا جات على مقاسي. وبعدين كمان الاكل ملوش علاقه بالزعل. بص يا اخي حوالين عينيك وانت تشوف، لازم تاكل عشان تعرف تفكر معانا. انا هقطع لك تفاحه بايدي. جري يا عاطف، مالك كده بقيت دبلان وزي عوايدك؟ تعبان يا شاوي، كل ما افتكر اللي حصل اتعب اكتر. يوه، ما قلت لك تنسى وتعيش اللحظه. انسى ازاي بس يا شاوي، وانا في كل لحظه بفتكر اللي حصل بتوتر اكتر. يا ساتر، ده انت طلعت خيخه خيخه قوي. معلش يا شاوي، ما انا برضه اول مره اشوف قتيل عيني عينك كده. وش يعني انا اللي قتل قتله؟ ما انا زيك اول مره اشوف قتيل. معلش يا صاحبي، صوابعك مش زي بعضها برضه. ما علينا. بقول لك ايه، الهارد انت شايله في حتة امان؟ في الدرج عندك هناك اهو. يا دي المصيبة السودة. ما علينا، انا بقول ان احنا نحرقه ونخلص منه. اعمل اللي انت عايزه يا شوقي وخلصني. مش ده الدرج اللي تحتيه؟ مفيش حاجة يا عاطف. في الدرج عندك يا شوقي، انا ما لمستوش. مفيش هارد يا عاطف. انت بتقول ايه؟ مفيش هارد يعني ايه؟ انت بتهرج؟ انا اللي بهرج برضه؟ الهارد فين يا عاطف؟ والله ما اعرف. يعني مين اللي يعرف؟ يا دي المصيبه، هيكون مين اللي خده؟ مش عارف. يعني ايه مش عارف؟ قاعد هنا طرطور مش عارف مين خرج ومين دخل. ما انت عارف يا شاوي، حبايبي كتير وبيحبوا يجرشوا عندي زي ما اكون في محطه مصر يا جدع. الله يحرقك انت وحبايبك.
في يوم واحد. ده كريم صاحبي يا دكتور اللي انا كلمتك عنه كتير، دكتور جورج غطاس. اهلا وسهلا يا ابني. اهلا يا دكتور، ازي حضرتك؟ تشرب حاجه. ربنا يخليك يا دكتور. ميرسي. تاكل فاكهه. ربنا يخليك. جدع علي ان انت جيت لابس كده، انا كنت حاطط ايدي على قلبي لاجيلي بشكلك الطبيعي تكون متراقب ونروح في داهيه كلنا. عيب عليك يا معلم، تفكر نهبل. طب بقول لك ايه، ايه ده ايه ده ايه ده يا كيمو؟ ايه يا كيمو؟ انا تمام يا حبيبي، مش محتاج حاجه. لا يا ابني ما يصحش كده، ده قاعد في ضيافتي. لا يا دكتور انا ما اقصدش حريك على راسي يعني، بس هو مش هياخد الفلوس دي الا لما احلفه بالوالده، وحياه امك يا شيخ هتاخد الفلوس دي، انا عارف الظروف. الحقيقه يا اولاد انا شايف ان الامور كل ما ده ما بتتعقد ومفيش قدامنا حل غير حل واحد بس. يا ريت حضرتك تلحقنا بيه. انه يهرب بره مصر لحد ما يقبضوا على السارق، وساعتها يقدر يرجع ويثبت براءته. انا شايف ان الحل ده كويس جدا يا ادم، انا ممكن اساعدكم ان احنا نجيب باسبور مضروب عشان نعرف نهربه. ايه الحل ده يا جماعه؟ واقضي عمري انا بقى هربان ومتغرب عن بلدي واهلي؟ نهربه؟ نهربه فين؟ وازاي؟ في واحد صاحبه اسمه كريم هيدبر الحكايه دي. وتفتكر هروبه هو الحل؟ مفيش حل غير كده، على الاقل لما غير اسمه وروح حته تانية يعيش فيها، غير لما يعيش هنا مهدد. مفيش عيشه له هنا الا لما يظهر السارق. طب واحنا نضمن منين ما حدش يوصل له هناك؟ ها نضمن منين؟ كل الاحتمالات وارده يا بنتي، بس اللي علينا نقلل احتمال القبض عليه باي شكل. ايوه بس كده ادم هيعيش واحد تاني. وانت يا نانسي حضري اوراقك لسفرك ايطاليا زي ما كنت مرتبه. اسافر؟ لازم تبعدي عن هنا باي شكل، وخصوصا هما بيحققوا ويدوروا. لا طبعا انا اسفه، انا لا يمكن اسافر واسيبه، انا عندي اموت احسن ولا اني اسافر ومعرفش هيجرى له ايه. ادم مديلي ايده في عز الوقت اللي ما كانش في حد دريان بيا فيه، يبقى بعد كل اللي عمله عشاني ده اقوم اسافر واسيبه كده؟ برافو يا نانسي، انا كنت عارف انك هتقولي كده. مبسوط بكلامها قوي قوي، لانها كل مره بتاكد لي ان انا زرعت الصح في الارض الصح. هشام انت مش معتني انت توديني اسكندريه في الويك اند؟ معلش يا حبيبتي جدد ظروف ومش هينفع اسافر. يعني حتى يومين الاجازه يا شيخ عايزني افضل مرزوعه في البيت ما بين اربع حيطان لوحدي؟ يا ستي ما انت عندك بنتك، اتسلوا مع بعض في اي حاجه. وبعدين يا منال انا قلت لك 100,000 مره قبل كده انا ضابط شرطه، شغلتي دي ممكن تبقى في الاجازات في الاعياد في المناسبات عادي. بس انا زهقت. معلش يا منال سلي نفسك باي حاجه، وانا وعدك يا ستي ان انا اول ما افضى هاخدكم نسافر على طول. خلاص هروح بكره اخد البنت من الحضانه ونطلع على النادي نقعد شويه. ده كلام بقى؟ البنت تبقى راجعه تعبانه من الحضانه وعايزه تاكل وتنام، تقوم انت تاخديها تهلكيها في النادي؟ خلاص هبقى اوديها لماما تتغدى وتنام واروح اقابل صحابي شويه. قلت لا يعني لا، تجيب البنت من الحضانه وتيجي على بيتك على طول. مش فاهمه يعني، هو انت حابسني ولا ايه؟ طالما هترجعي لاستهتارك تاني يا منال هحبسك، وهحبسك حبس انفرادي كمان. هو شم الهوا عندك بقى استهتار دلوقتي يا هشام؟ شم الهوا دوت بيبقى في اخر الاسبوع في يوم الاجازه، هتروحي النادي في وسط الاسبوع تعملي ايه؟ ما انا طول الاسبوع في اجازه، هو انا ورايا شغل ولا مشغله يا شيخ؟ انت اللي مديه لنفسك اجازه، انما لو ركزتي مع جوزك وبنتك مش هتلاقي وقت حتى تنامي. يا حبيبي انا برضو مركزه، بس مفيش فايده، عندي وقت فراغ. اوه اشغلي بأي حاجه يا منال وخلصين. طب ايه رايك يا حبيبي لو دار على شغل؟ اهو منه اسلي نفسي ونزود دخلنا. هو انا اشتكيت لك؟ يا حبيبي من غير ما تشتكيلي، انا حاسه بيك، وبعدين كده كده انت في الشغل والبنت في الحضانه وانا قاعده في ملل حي موتني. طيب وهتشتغلي ايه بقى ببكالوريوس التجاره ابو تقدير مقبول؟ ده في ناس واخدين الدكتوراه بامتياز مع مرتبه الشرف ومش لاقيين شغلانه، هو في شغل في اليومين دول؟ يا حبيبي اصل انا جايلي عرض شغل مع صاحبتي منى في شركه باباها. ده انت مرتباها بقى؟ والله ابدا يا حبيبي، ده الموضوع جه بالصدفه. اسف انا قلت لا يعني لا. طب مش تعرف الاول يا حبيبي هيقبضوني كام؟ مش مهم اعرف، لان المبدا مرفوض من اساسه. ليه بس؟ ليه؟ اذا كنت انت وانت فاضيه وما وراكيش اي حاجه ومغلبانه، امال سعادتك لما تشتغلي بقى هتعملي فينا ايه يا شيخه؟ والله والله العظيم اوعدك هنظم وقتي. الله
طب وليه كل ده؟ لا اله الا الله، ما بيتك اولى بيكي، بدل ما تروحي تخدمي عند الغريب اخدمي جوزك وبنتك. خلاص زهقت من القعده في البيت طول الوقت ده لوحدي، وبعدين عايزه اخرج اشم هوا. بعدين ما انا قلت لك هساعدك في مصروف البيت بقى. هو انت متصوره ان انا اقوم اتشقلب على الترابيزه لما تقولي لي الكلمتين دول؟ لان داخلين هيزيد على الاقل 2500 جنيه في الشهر. 2500 جنيه في الشهر؟ ليه؟ وانت هتشتغلي ايه؟ سكرتيره. ايه؟ مراتي انا تشتغل سكرتيره؟ يا حبيبي مش اي سكرتيره، سكرتيره رئيس مجلس اداره، يعني مش اي حاجه. وبعدين المواعيد معروفه من 9 ل 4 ده غير البدلات والحوافز، يعني ممكن دخلنا يوصل ل 3 4000 جنيه في الشهر. سكرتيره ب 4000 جنيه في الشهر؟ ده انا نفسي ما باخدهمش يا حبيبي، اصلها شركه استثماري. استثماري؟ طب وبنتك هتعملي فيها ان شاء الله؟ مفيش، هتفق مع ماما ان هي تعادي تاخدها من الحضانه، وانا اول ما اخلص شغلي هروح اجيبها بسرعه واروح على بيتي. طب وليه الشحطاطه دي كلها؟ كل ده عشان كم ملطوش اول كل شهر؟ اديك قلت ان انت ما بتعرفش تحصل كم ملطوش دولت. مش عاوزهم. ليه بس يا حبيبي؟ ليه؟ اقول لك انا ليه؟ لان عشان احصل كم ملطوش دولت هخسر مراتي، وهقطع من راحتي وراحه بنتي، واحرمها من امها 8 ساعات كل يوم ما يتقدروش بتمن. ده غير ان انا اساسا مش عاوز الفلوس دي، ما يلزمونيش يا حبيبي. انا كده كده ببقى قاعده زهقانه الثمان ساعات دولت، انت بتبقى في الشغل والبنت بتبقى في الحضانه، وانا ببقى هموت من الزهق. بس لما بنرجع بنلاقيكي مستنيانا، بنلاقي دفى في البيت. لكن ساعتك لو رحتي اشتغلتي هنيجي ناخد برد، لان الشقه هتبقى فاضيه ونفسك مش فيها. انت بتهزر يا هشام؟ ومين قالك ان انا بهزر يا منال؟ انا كلامي واضح كويس قوي، بس اللي يحس ويفهم. قصدك ايه؟ انا ما بفهمش يعني؟ بالعكس، انت بتفهمي كويس قوي، بس للاسف ما بتحسيش. على اذنك. بجد بقت عشان تفلق. اسمي الدكتور امير، وجايلكم من طرف ادم ابنكم. ادم، انت تعرف حاجه عنه؟ استني بس يا ساميه اما نشوف الراجل عايز يقول ايه. انت تعرفه؟ طب هو عايش ازاي؟ عايزك تطمني يا حاج، ادم بخير الحمد لله وبيقول لك ادعي له. كتر خيرك يا ابني، ارجوك تبلغه ان هو وحشني قوي ونفسي اشوفه، ارجوك خليه يكلمني. حاضر يا حاج. ربنا يخليك لوالدتك يا ابني، ولا يحرمهاش منك ابدا. خدها شويه، خدي خلي القرشين دول معاكي عشان تبقي تاخدي عروستنا وتنزلي تجيبيلها فستان الخطوبة. خطوبة؟ خطوبة، خير البر عجيله يا بنت. يعني تلحقي تتخطبي لك شهرين انت والديسي، بعد كده كاتب الكتاب والدخل على طول. بالسرعة دي؟ ايوه بالسرعة دي، هنستنى ايه؟ العريس جاهز وكل حاجة متوفرة. ايوه يا بابا، بس بس يا بنت بصراحة كده أنا مش هقدر أتجوز. مش هتقدري تتجوزي؟ ليه؟ ولعب عيال يا بنت، ده احنا ادينا الناس كلمه. ما هو يا بنت ما تنطقي. اصل انا وادم انا مش هينفع اتجوز غير ادم. يا لهوي، انت بتقولي ايه يا بنت؟ انت بتخرفي بتقولي يا بنت؟ هي دي الحقيقه اللي انا خبيتها عليكم، وكنت فاكره ان جوازي من ادم هيحل المشكله. حيا يا فاطمه، 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 يا فاطمه،